من باريس ينضم إلي السيد ساوي شوفيستا رئيس المعهد الدولي للدراسات الأفستائية. أتمنى أن أكون ألفظ كل الكلمات الفارسية بشكل صحيح أستاذ أوفيستا، أهلا بك في نهاية الأسبوع. الملف النووي الإيراني الآن حسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فعلا هو يحضر للتقنية العسكرية، أنت برأيك له وقع مختلف وبالتالي نستعد لشيء مختلف قادم؟ أهلا ومرحبا بكم الآنسة نجوى قاسم. لقد تعرفون بأن كل شعوب العالم ضد الحرب، ولكن لا يجب أن ننسى بأن أصحاب السلطة والثروة ووجود مشكل أزمة اقتصادية عالمية وانتخابات في بعض البلاد مثل إسرائيل وإيران تحتاج هذه الحرب. فلذلك أقول لكم بأن الشعب الإيراني أول شيء، الشعب الإيراني بيكون معاند أو موافق مع النظام الإيراني ضد الحرب. ولكن وحتى أنا أريد أن أقول لكم موساد ومركز الاستخبارات الأمريكية السيد ديفيد بيتراوس هما ضد الحرب، ولكن كما تعرفون بأن الانتخابات القادمة في إيران وفي إسرائيل والسيد بنيامين نتنياهو بحاجة الأزمة في إيران أحمدي نجاد لأن عندهم مشاكل عديدة مع السلطة، هما يريدون الحرب. ولكن أنا أريد أن أقول لكم الآنسة نجوى قاسم، قاسم سليماني قائد الجيش القدس، والأمريكيون والإسرائيل يعرفونهم جيدا. طيب. لماذا؟ لأنهم شاركوا في حرب الأفغانستان والعراق وفي لبنان مع جيش القدس، لأن الأمريكيون السيد ديفيد بيتراوس حاليا رئيس المركز للاستخبارات الأمريكية سابقا كان قائد حفل الأطلسية في العراق، شاركوا قاسم سليماني يعرفون ما هي القنبلة القدس، قنبلة الجيش القدس. فلذلك أنا لا أظن بأن كبار العالم يريدون الحرب كما قال الفرنسي سيد الرئيس نيكولا ساركوزي وكما قال الرئيس أوباما، هذا الأمر لا يريدون الحرب. ولكن هذه المشكلة، مشكلة الانتخابات الداخلية في إيران وفي إسرائيل، وأنا لا أظن هذا المرة أي ضربة عسكرية ضد إيران. لماذا؟ لأن إذا إسرائيل أراد أن يضرب إيران كان يضرب قبل أن يقوم، قالوا هذا ونشروا في صحفهم لتستفيدوا من أجل الانتخابات. أستاذ أوستا اسمح لي، يعني حضرتك أعطيت كمية كبيرة من المعطيات، ولكن أنا أود أن أفهم منك، هل حضرتك مقتنع بأن الغرب لا يريد الحرب، أم ما قلته وتفضلت به حول الأسباب الانتخابية وأسباب الأزمات الداخلية حكما سيؤدي إلى ضربة عسكرية خاصة من إسرائيل لإيران قريبا؟ هذا هو الآنسة نجوى قاسم. إذا تسمين أنا أريد أن أقول لك شيئا بأن طبعا منذ زمان قرروا بأن يأخذوا المنطقة الشرق الأوسط والنفط في هذه المنطقة. كما نرى في ما سيجري في العراق وفي ليبيا وفي بلاد أخرى. لكن حرب، أنا أقول لكم حرب ضد إيران مستحيل. يعني إذا لم نستعمل كلمة حرب، هناك كلام عن ضربة عسكرية، يعني في تصنيف لنوعيات العمليات العسكرية قد لا ترقى إلى مستوى الحرب، ولكن هل أنت قريب من تصديق ضربة عسكرية تجهزها إسرائيل؟ هناك وفود أمريكية، لأن هناك وفد قادم أمريكي أمني إلى إسرائيل من أجل هذا الموضوع تحديدا. الآن نجوى قاسم، أنا قلت لك بأن بداية أي ضربة ضد إيران بداية الحرب الدولي. لو أنا حكيته جيش القدس موجودة في كل العالم، جيش القدس
قاتل الإسرائيليين في لبنان، حرب لبنان، حرب لبنان كان جيش القدس، في العراق حاليا جيش القدس، في أفغانستان، في بلاد جيش، ضرب الإيران أي ضربة صغيرة جدا بداية الحرب العالمية وبداية مداخلات الجيش القدس في كل العالم. أنا معارض للنظام الإيراني، كل العالم يعرف هذا، ولكن لا يجب أن ننسى ماذا يدور في العالم. أنا قلت لكم بأن موساد ومركز الاستخبارات الأمريكية لأنهم يعرفون جيدا جنرال قاسم سليماني ويعرفون جيدا جيش القدس، هما لا يريدون هذه الحرب، أي ضربة ضد الإيران. طيب. عملية انتحارية. الآنسة نجوى قاسم. نعم. إيران عنده قنبلتين، قنبلة النووية وقنبلة القدس. طبعا الآنسة نجوى قاسم العقوبات ضد الإيران ستطابع أكثر من قبل، هذا لا شك فيه، ولكن يجب أن أقول لكم العقوبات ضد الإيران، من يخسر؟ الشعب الإيراني، مش النظام الإيراني. يعني إذا أردنا أن نروح ونناظر النظام الإيراني، يجب نشتغل حول البترول الإيرانية، لكن أي ضغط في الاقتصاد الإيراني، الشعب الإيراني سيخسر. طيب أنت تعتبر بأنه أي نوع من أنواع العمليات العسكرية سيؤدي إلى حرب عالمية، هذا هو ما تفضلت؟ لا شك فيه. طيب. لا شك فيه، أنا أعرف جيدا قاسم سليماني، هو أقوى شخص نظامي في الإيران، يعني بعد علي خميني هو قاسم سليماني، وهذا خطر كبير جدا قضية القدس. طب هل هذا أيضا ينطبق حتى ولو أتت ضربة عسكرية قصيرة سريعة مبدعية موجعة جدا؟ ضربة صغيرة جدا ضد الإيران، مداخلة أنا أقول لكم جيش القدس في أنحاء العالم خطير جدا، وموساد والاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الأوروبية يعرفون هذا، لأن من بوسني حتى العراق وأفغانستان ولبنان الأمريكيون يعرفون هذا الاسم، حاربوا القدس ويعرفون القدس، يعرفون هذا الفيلق ويعرفون قدراته، هذا ما تقصده. شكرا جزيلا لك سيد سوي. مش يعني حرس الثورة، مش حرس الثورة، فيلق القدس هنا. يعني جيش أكبر من هذا. نعم. بدي أشكرك شكرا جزيلا سيد ساوش أوفيستا، رئيس المعهد الدولي للدراسات الأفستائية.